أشهد أن لا إله إلا الله، إنها دعوة، دعوة إلى التأمل، دعوة موجهة إلى القلوب الذاكرة العابدة الخاشعة، دعوة إلى من يتفكرون ويسمعون ويعقلون ويؤمنون ويفقهون، إلى أولي الألباب، إلى أولي الأبصار، إلى أولي الأحلام والنهى، إلى من يتأملون ويتدبرون فينتفعون، فلا عند حدود النظر المشهود للعيان يقفون، بل إلى قدرة القادر في خلقه ينظرون، فلسان حالهم ومقالهم لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكذلك يفعلون. وهي كذلك دعوة إلى الغافلين الساهين اللاهين المعرضين، إلى من لهم عيون بها لا يبصرون، وآذان بها لا يسمعون، وقلوب بها لا يفقهون، إلى من هم كالأنعام يأكلون ويشربون ويتمتعون ولم يحققوا معنى إلا ليعبدون، إلى من هاجموا التوحيد ولم يفهموه، وهاجموا الإسلام ولم يعرفوه، ونقضوا القرآن ولم يقرؤوه، إلى من يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون، إليهم هذه الدعوة علهم يستيقظون ويفقهون ويعقلون فيقدرون الله حق قدره لا إله إلا هو فأنى يؤفكون. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إنها باختصار دعوة إلى العلم بالله علما يقود إلى خشيته ومحبته، فمن كان به أعلم كان له أخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهي أيضا دعوة إلى تعبد الله بمقتضى ذلك العلم في تمام خضوع وذل ومحبة من طريقين اثنين. الأول التدبر في آيات الله الشرعية المتلوة في كتابه العزيز، والثاني النظر في مخلوقات الله وآياته الكونية المشهودة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هي دعوة إلى التأمل في بديع صنع الله وخلق الله وبيان ما في هذا الكون من إبداع ينطق بعظمة الخالق جل وعلا ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. كيف والكون كتاب مفتوح يقرأ بكل لغة ويدرك بكل وسيلة، يطالعه ساكن الخيمة وساكن الكوخ وساكن العمارة والقصر، كل يطالعه فيجد فيه زادا من الحق إن أراد التطلع إلى الحق. إنه كتاب قائم مفتوح في كل زمان ومكان، تبصرة وذكرى لكل عبد خضع وأناب. يأخذك كتاب الله إن تأملته في جولات وجولات، ترتاد آفاق السماء وتجول في جنبات الأرض والأحياء، يقف بك عند زهرات العقول ويصعد بك إلى مدارات الكواكب والنجوم، يفتح بصرك وبصيرتك إلى غاية إحكام وإتقان لا له مثيل. قد وضع كل شيء في موضع مناسب وخلق بمقدار مناسب، يريك عظمة الله وقدرة الله وتقديره في المخلوقات، ثم يكشف لك أسرار الخلق والتكوين ويهديك إلى الحكمة من الخلق والتصوير، ثم يقرع الفؤاد بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. إن نظرت إليه بعين البصيرة طالعك بوحدانية الله في الربوبية مستدلا بها على وحدانيته في العبادة والألوهية، ذلت لعزة وجهه الثقلان. وفي نهاية الآيات يقرع القلوب ويطرق الآذان ويصك المشاعر والأحاسيس بذلك التعقيب الإلهي العظيم، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يتقون، لعلهم يرجعون. كل هذا وهناك من هم عنه معرضون، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون. إنه حديث طويل يطالعك في طوال السور وقصارها، لكنه مع ذلك شائق جميل تسكن له النفس ويتلذذ به السمع وتتحرك له الأحاسيس والمشاعر، تستجيب له الفطر السليمة المستقيمة. ومع ذا
ينبه الغافل ويدمغ المجادل المكابر، إذ هو حق والحق يسطع ويقطع، والحق شمس والعيون نواظر لا يختفي إلا على العميان، والشرع والقرآن أكبر عدة فهما لقطع لجاجهم سيفان. فتعال معي أخي لجولة أرجو ألا يستطيلها ملول وألا يستكثرها مشغول، نرتاد فيها هذا الكون بسماواته وأرضه وأحيائه متأملين متدبرين، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك، وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك، ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا، يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، يا مجري الأنهار عاذبة الندى، ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراكا.